السلام عليكم اهلي وناسي، انت حبايبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. معلش بقى، انا كل ما بفتكر بتكلم في موضوع معين كده بحب اطلع اقول لكم هتشاركونا ونسالوا صيامنا. انا كنت عايز اتكلم على الكاميتريل. الكاميتريل ده حاجه كده ظهرت لنا كده من 2019، وانا اتكلمت فيه قبل كده في 2019، حتى لاحظوا ان المناخ بتاع مصر والدول العربيه عامه متغير. يعني لحد دلوقتي واحنا لابسين شتا زي ما انتم شايفين اهو، في ايه اللي بيحصل؟ في حاجه غلط موجوده. سيبك من كلام الاحتباس الحراري ومش عارف ايه والكلام ده، هو حتى نلاحظوا ان في مصر والدول العربيه تعرضت للفتره الاخيره منخفضين جامدين. البروده لغايه دلوقتي موجوده والشتاء موجود لغايه دلوقتي، مش واحد كان جاي لنا من منخفض من السودان والتاني كان جاي لنا من اوروبا، كانوا شديد البروده يعني. فكانت التغيرات ديت بيصاحبها حاجات كتيره، ان هم احنا دخلونا في دوامه تانيه بتاعت الكورونا. ما هي الحاجات دي برضو بتساعد على انتشار الانفلونزا اللي هي الكورونا والم وسخونيه بين الناس والم في العظم لما تقوم من النوم وفي العضلات. ليه دايما يكون في كله بسبب غاز الكيماتيري؟ بجد بسبب غاز الكيماتيري؟ ليه ما يكونش موجود ده بسبب غاز الكيماتيري؟ غاز الكيماتيري انا كلمت قلت عليه في 2019، بيقول لك ان في ان 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 امريكا عملته بحجه ايه؟ كان بيقول لك ان بسبب اللي هو المناخ وسبب تلوث البيئه، اللي هم برضو اللي عاملينها الدول الاوروبيه والامريكيه، حصل ثقب في الاوزون فادى الى احتباس حراري في الكره الارضيه. الاحتباس الحراري ده خلى المحيطات واللي هو اللي فيها التلج تسيح، زودت البحار، ارتفعت البحار عن سطح البحر، حصل ارتفاع جامد بوظت الدنيا. وده الدليل اللي بيقول لك حتى رئيس الوزراء، لما طلع رئيس الوزراء البريطاني وطلع قال ان اسكندريه هتغرق في سنه 2024 2025. اسكندريه مش اسكندريه بس، والدلتا. فهو الكيماتريل ده الأمم المتحدة سنة 1978 مضت على اتفاقية بين أعضائها إن ممنوع استخدام الحاجات الهندسة المناخية في الحروب. أمريكا عملت ميزانية 50 مليار دولار يعني من سنة 2000 لحد سنة 2050، يعني كل سنة مليار دولار تصرف على الكيماتريل ده. طب ايه الكيماتريل ده؟ الكيماتريل ده عبارة عن غاز بينشروه في الجو، بيعمل تقلبات مناخية. يعني ايه؟ يسحبوا المنطقة، مثلا انت عندك سحب بتنزل امطار، ممكن السحب دي اسحبها لحته تانيه، انزل الامطار مثلا مش في مصر، انزلها مثلا في السودان، انزلها في اثيوبيا، انزلها في ليبيا. ممكن مصر ما فيهاش، اجمع السحب دي. وعلى فكره في دول عربيه زي على ما اعتقد الامارات عملت امطار صناعيه، ده برضه من الكيماتريل. فبداوا المشكله هنا مش في، ده حاجه كويسه للبشريه، ولكن بداوا يستخدموه كسلاح درع امريكي، سلاح ليستخدموه
يدوروا بيه البلاد. يعني ايه؟ يعني ذاك النهار الصين اسقطت طائره كانت حواليها في اجواء بترش غاز الكامتريل ده. برضو نيجيريا نفس الحركه، وروسيا وقعت طيارات كانت بترش غاز الكامتريل ده. وهم كانوا بيقولوا ان دي عشان يحلوا بيه مشكله الاحتباس الحراري، لكن هو الموضوع مش كده خالص، الموضوع مش مشكله احتباس حراري، لا لا لا، هم استخدموه في الحروب، استخدموه يعني ايه تطور الموضوع من في سنه من 2000 ل 2005. في سنه 2003 استخدمته امريكا كسلاح ايكولوجي. يعني ايه سلاح ايكولوجي؟ يعني سلاح بتعمل بيه حاجات. يعني ايه؟ يعني مثلا حطت عليه في الغاز اللي بترش ده، وفي حطت عليه سلاح جرثومي، تفهمين؟ رشاه على في المنطقه اللي هي عايزاها. طب عملت الكلام ده في ايام حرب ليبيا، ايام معمر القذافي الله يرحمه. انا شفت عواصف ترابيه بطريقه غريبه مش مظبوطه، بطريقه دورانيه انا ما شفتهاش في ليبيا قبل كده، وانا متربي طول عمري في ليبيا. شفتها موجوده في ليبيا، وكانوا بيقولوا عليها ده احتمال غاز الكامتريل. وهو البنتاجون نفسه اعلن ان سنه 2025 اللي جايه ده، 2025، ان امريكا بتعلن عن سلاح جديد يسيطر على مناخ الدول. دولة بتزرع معتمدة على الأمطار، أمنع عنها الأمطار. دولة ما فيهاش أمطار أغرقها خالص أمطار لحد ما تطيبها. مع إن في اتفاقية مضيين عليها، بس طبعًا البنتاجون والناتو اللي هم بيقولوا عليه دفاعي، ده لا دفاعي ولا حاجة، استخدم الحاجات دي في ليبيا، واستخدم السلاح الغاز الكيماتيريال ده في العراق. واصبروا بس انا هقول لكم استخدم فين كمان. يعني مش بيعمل امطار بس، لا ده ممكن يعمل زلازل، وممكن يعمل تدمير في البنيه التحتيه. وكده الواحد ما يطلقش رصاصه واحده، ما فيش رصاصه واحده تنطلق عليه، ما فيش رصاصه واحده. يعني ما عادش دي الحروب اللي كان بيقول عليها توفيق عكاشة فاكرين حروب الجيل الرابع، مش حروب رصاصة ودبابة، ما عادش الكلام ده. الكلام ده أنا لا، أنا أحاربك وأنت مكانك وأنا مكاني بدون أي حاجة. مثل بحاجة زي كده، أسلط عليك المناخ ما يبقاش مظبوط. يعني مثلا كوريا الشمالية عارفينها، أطلقوا عليها غاز الكامتريل، كانت الشمالية كانت معتمدة على زراعة الرز، عملوا لها جفاف تماما من الأمطار، مات ملايين الناس في كوريا الشمالية، مع إن كوريا الجنوبية والصين كانت فيهم الأمطار، كان فيهم، غيروا المناخ بتاعتها. فاكرين أنتوا في أفغانستان تورابورا أيام أسامة بن لادن؟ أيام أسامة بن لادن كانت بتسيطر على المجاهدين، كانوا بيستخبوا في المناطق اللي مستحيل حد، كان بتمنع الميه عنهم وعن الطقس تخليه جاف عشان المجاهدين يطلعوا من الكهوف ويصطادوه. في كوسوفو ايام الحرب الصربيه في كوسوفو كانوا بيرشوا غاز الكامتريل. واستخدموه في العراق زي ما قلت لكم، وفي ليبيا. فغاز الكامتريل دي حاجه خطيره جدا، ومفروض الدول، انا مش عارف، انا ملاحظ. وبعدين اعلان رئيس الوزراء الماكر اللي هو قال المقوله الشهيره بتاع بريطانيا، اللي قال المقوله الشهيره ايام الكورونا، اما قال دعونا نودع الاحباب، وقال برضو ان اسكندريه سوف تغرق في سنة 2025. كل ده بسبب يعني انت دلوقتي افرض انت عايز تعمل اكتفاء ذاتي من القمح، او اكتفاء ذاتي من الرز، او اي حاجة، ممكن يسلط عليك
فلازم انا بصراحه العلماء بتوعنا لازم يتبعوا حاجه زي كده، وان ده سلاح خطير جدا، سلاح ارهاق بدون طلقه رصاص واحده. وخدوا بالكم ومن اعراض، لقوا ان من اعراض الحاجات دي نفس الحركه بيصاحب الموضوع ده نزيف في الانف، وجع انفلونزا، انفلونزا جامده عند الناس في وقت الشتاء وفي وقت البرد، نفس اعراض واصابات الكورونا بترافق مع الغاز اللي كان ترن. فالغاز ده بصراحه حاجه جامده جدا وسلاح خطير. يعني انا بدون طلقه رصاص واحده اقدر اسيطر على بلاد وعلى مدن ودول غيرها. يعني مثلا كان بيأثروا على كوريا الشماليه والصين لا، وكوريا الجنوبيه لا زي ما هي. وفعلا عملوا، حصلت جفاف ومجاعه لناس كثيره في كوريا الشماليه يعني انا ممكن اعمل اعاصير او جفاف او زوابع او زلازل في منطقه دول غيرها. فانا بصراحه الله يكون في عون الدول العربيه، لان هي دول امكانياتها على قدها، ومش امكانياتها يعني هي امكانياتها وعقولها وما تقدرش تتصرف في حاجه فموضوع غاز الكنترول ده غاز موضوع محير، وعلى فكره موضوع حقيقي، وانتوا لو دخلتوا على اليوتيوب وبحثتوا عليه حتى هو. فخلوا بالكم على حالكم، وعسى وعلى ان يكون بينا حد رشيد ننتبه لحاجه زي كده ونقدر نخش في المشروع ده ونستعمل المشروع ده. ليه لا؟ ليه لا؟ ما انا سمعت ان الامارات بتمطر امطار صناعيه، ما ده جزء بسيط جدا من غاز الكنترول، بتمطر امطار صناعيه في الامارات والحتت دي، وتستخدم طبعا في الزراعه والحاجات دي. الكاميتريل ممكن يبني أمم وممكن يهد أمم. الكاميتريل ممكن أو تغيير المناخ، التغيرات الصناعية للمناخ، بعمل مناخ صناعي يعني مش طبيعي، ممكن أبني أمم وأهد أمم. دي ثورة في الأيام الجاية، وثورة في الحروب، وثورة في التنمية كمان. فربنا معاكم. أنا حبيت أكلمكم عن الموضوع ده بس تاخدوا فكرة عنه، اللي هو موضوع غاز الكامتريل. هي ماليش دعوه غاز كامتريل او مش كامتريل، اللي هو المهم بطريقه معينه ان انا البلد نفسها بغير لها المناخ بتاعها، ممكن اخليها جفاف تام، ممكن اغرقها بالميه واغرق الناس واغرق البنيه وابوظ البنيه التحتيه بتاعتها، ممكن اقتل بيها ناس وبشر. فانا حبيت اقول لكم حاجه بس عن غاز الكامتريل، وربنا معاكم ومعانا.